مشاهدي متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهاردة معانا ساحرة الخضر، زي ما حضراتكم شايفين كده، دي اعادة تدوير للحديد. معانا فنانة بدرجة ساحرة، تقدر انها توظف وتعمل اعادة تدوير للاشياء علشان تطلع لنا الاشكال المبهرة والجميلة ديت. هنتعرف عليها وهتحكي لنا ازاي الفكرة دي جت لها وبدأت من امتى. اهلا بيك يا استاذه اميه. اهلا بحضرتك، شرفتني والله. ربنا يكرمك يا رب. ده انا كنا بقى استاذه اميه عن اعاده تدوير الاشياء والحاجات الجميله اللي احنا شايفينها دي، يعني ريت نيجي كده عشان بس الناس تشوف برضو الشغل الرائع اللي حضرتك عاملاه. بقى اشكرك جدا. بدات امتى؟ الحاجات دي اتعملت امتى؟ هو انا بدات فنانه، انا فنانه اميه هلال، بشتغل شغل حديد خردة، بشتغل من زمان جدا في النحت وفي المجسمات، بس يعني هو الخردة، شغل الخردة انا اشتغلت فيه من حوالي 7 شهور، حبيته جدا وحاسه ان انا وصلت لاقصى طموحي في الشغل، مش اقصى طموحي كتنفيذ افكار، لا اقصى طموحي كشيء انا كنت عايزه اشتغل بيه من زمان. وبالنسبة لإعادة التدوير فدي حاجة مهمة جدا، لأن هي حاجات مستهلكة، وأنا كفنانة ما بحبش أستخدم في أعمالي الشغل، ما بحبش في أعمالي أستخدم الشغل الجديد، أنا دايما أحب أستخدم الشغل الخامات اللي هي القديمة أو اللي هي مصدية بمعنى أصح. طب لو هتكلمينا عن المثال دوت اللي انت حضرتك واقفه قدامه، الفكره جات لك ازاي ونفذتيه في قد ايه؟ لا، هي فكره التمثال دي كانت بالنسبه لي صعبه، لان انا ما جمعتش الفكره كلها عشان اعرف انفذها. هي فكره كانت في دماغي ما كملتش، عشان كده انا لما جيت انفذها خدت على فترات كبيره، وما عرفتش انفذها في وقت قصير، لان كنت لما باجي اشتغل فيه احس ان انا دماغي واقفه. كل الموضوع ان انا لو عندي الفكره اعرف انفذها على طول، خد مني وقت كبير، نفذته على فترات بعيده. حتى انا نفذت الجزء ده الاول، وبعد ما نفذته حسيت ان انا الفكره ما كملتش بالنسبه لي، يعني ما حسيتش انها هتوصل بشكل كويس، فاضطريت ان انا اعمل الجزء الثاني ده، حسيت ان هو هيوصل الفكره احسن وافضل، اللي هي الجزء بتاع الكلب ده هيوصل الفكره، الاثنين مع بعض هيفصلوا فكره كويسه وهيكونوا مجسم كويس. وقت قد ايه خدتي في تنفيذ الفكره؟ هو خد مني حوالي شهر ونص كده، شهرين. طيب نيجي نتفرج على حاجه ثانيه من اعمالك برضو، شايفين هنا برضو في ده بائع بتاع اللي هو بتاع القهوجي. هي فكرة بسيطة كده جت في دماغي صراحة، وأنا لما الفكرة بتيجي في دماغي ما بعرفش أطنشها أو أتجاهلها، لازم أنفذها. هل أنت مجال إعادة تدوير الأشياء دوت هل دراسة ولا موهبة؟ لا، هي موهبة صراحة، هي مش دراسة. مش دراسة؟ لا، مش دراسة نهائيا. حتى أنا لما بدأت في شغل الحديد ما كنتش أعرف إن في تماثيل أو في دراسة أو في فن بشغل الحديد. القطعة دي بتدل على بعد فلسفي في يعني في المعرض. انا عاملة واحدة شخص كده وشعرها نازل لقدام وهي مقيدة من ورا، هو القيد بتاعها مش قيد سلاسل او قيد رباط، لا هو قيد فكر وقيد افكار مجتمع وفكر ناس كده، حاجات مقيداها معنويا، مش حاجات ملموسه. ممكن برضه نتفرج على قطعه ثانيه من القطع اللي انت عاملاها دي. قطعه صراحه جميله، انا كنت حزينه جدا في الفتره دي وطلعت التمثال ده، وانا يعني كفنانه استغربت ان انا طلعت الشكل ده، هو يعني
واحده حزينه ومنكسره حتى رجليها، بتدل على ان هي يعني في وضع انكسار. بس بعض الاشخاص بيشوفوها لان هي تضرع او دعاء. انا صراحه مبسوطه ان هم شايفينها كده، شايفينها حزينه ومنكسره. وبالنسبه للقطعه دي، دي قطعه فرعونيه، ده اله فرعوني، وانا الشغل ده بيستهويني جدا. انا احب الشغل الفرعوني، بحس بالقوه وبحس بالاصاله، لان انا صراحه انا بحس بالاعجاز في شغل الفراعنه، فنفسي اوصل بس حتى لو واحد من المليون منهم. كل قطعه فنيه من اللي انت بتعملي لها اعاده تدوير دوت، بيبقى ليها مثلا هدف معين، عايزه توصلي رساله معينه، ولا هي مجرد فكره جت في دماغك فنفذتيها؟ لا، في بعض القطع طبعا ببقى عايزه اوصل رساله معينه او اطلع فكره جوايا بطاقه جوايا. كل قطعه بطاقه، بتخرج طاقه من جوايا، وده برده ده قوه. ده انا لما ببصله صراحه يعني بحس كده بقوه، وحتى فتحه بقه مع الدرع اللي ماسكه مع السلاح، يعني في كل بحس ان هو في كل معاني القوه. انت بتنفذي كل الشغل ده بايدك؟ يعني انت اللي بتنفذيه ولا بتستعيني بحد، في مساعده من حد؟ لا، انا بستعين صراحه بحدات، في لانه في حاجات صراحه بتبقى قويه ما بقدرش ان انا اتنيها او اكسرها او كده. لكن الفكره نفسها لا، الفكره والقطع واختيار القطع وكل دوت، ده يعني ده شغلك انت؟ لا، ده كله شغلي انا وفكري انا. بالنسبة للست دي ست فلاحة مصرية أو أفريقية، طبعا بتدل على القوة جدا، ورغم معاناتها وإنها شايلة وكده، رغم إن هي مهتمية بكل تفاصيلها كأنثى. اكسسوار، وبتعجبني اكسسوار، مش بتهمليه برضه يعني. لا، وبعدين القطعة دي مميزة في إن هي، بص حضرتك، القطع مختلفة وفي الآخر مكونة شكل. انا احب الاسلوب ده، يعني احب التماثيل اللي بالشكل ده. يعني كان ممكن اجيب صاج واعمله واكونه، لكن لا، انا حابه ان انا اكون اجزاء اجزاء كده. جميل، جميل جدا، وبصراحه شغل تحفه وتسلم ايدك. يعني اشكرك جدا. اتفرج على حاجه تانية من ده رجل الفلاح، ده واحد فلاح وماسك الفاس وواقف في حركة ان هو خلاص يعني هيبدأ الشغل ومتحمس للشغل. هل انت فكرتي ان انت ممكن تقول ان انت ما درستيش المجال دوت، هل فكرتي ان انت تدعمي الموهبة بالدراسة؟ فعليا لا، في حاجة جوايا بتمنع ان انا، يعني بتقول لي يعني حاسة ان هو طبعا الدراسة بتضيف لكل شيء، بس بحس ان هي ممكن توقف حاجات جوايا او افكار جوايا عايزة انفذها بشكل تلقائي مش بشكل دراسة. القطعة الفنية، القطعة دي قطعة انا حطها على البوستر بتاع المعرض، وهي قطعة صراحة جميلة وفيها إحساس جميل. هي لي يعني فيها رسالة. هي فيها رسالة، كل اللي يبص لها صراحة يسرح فيها، وأنا أولهم. يعني ما ببص لها صراحة بسرح فيها، رغم إنها بسيطة وأجزائها بسيطة، بس ما فيهاش شغل كتير. لا، هي بس إن القطع الجميلة صراحة عندي. جميل. ده بقى ده عايزة في تشيلو. ده واحد بيعزف، دي فترة طبعا كان الواحد فترة استكانة وفترة روقان، فطلع بالشكل ده. هو الإحساس بيطلع في التمثيل. يعني كل قطعة فنية بيبقى لها تجربة لوحديها. تجربة وإحساس. بالنسبه للزرافه دي، بيعجبني او بيلفت نظري ان انا يعني عملتها بشكل، يعني ده على انه عمود فقري، ودي الجزئين اللي هما في الرجل. بحبها قوي الزرافه دي، يعني هو تجسيد لحاجه مباشره. نشوف حاجه ثانيه.
هو بالنسبة للقطعة دي أنا عملت هي دي التمثال ده جيب بناء على أن أنا شفت القطعة دي بس. القطعة دي أوحيت لي بالفكرة دي كلها، يعني ممكن عشان قطعة صغيرة تديني فكرة التمثال كبير زي ده. دي بقى ده بقى على الأرسوس، ده بمناسبة شهر رمضان عملته يعني بمناسبة شهر رمضان. يعني حاجات انت المكونات اللي انت بتستخدميها دي بتبقى عارفه؟ انا ما اعرفش صراحه هي بتبقى كل حاجه بتبقى عباره عن ايه لوحدها. انا بجيب الحاجه بشوفها بالفكره اللي في دماغي، ما اعرفش اشوفها. يعني دي مثلا ممكن تكون جزء في عربيه، لا ما اعرفش اشوفها في الجزء في العربيه، لا انا بشوفها بالجزء اللي في التمثال. ما اعرفش اشوفها ان هي مثلا شيء مهمل او انها شيء كانت بتستخدم في شيء تاني او كده، لا انا بشوفها ان انا دي استخدامها لاول مره وهو ده تصنيفها في الحياه. استاذه وليه بصراحه يعني تسلم ايدك، شغل تحفه واشكرك جدا على تدوير القطع الفنيه دي بشكل جميل جدا. طبعا بشكرك يعني، اشكرك جدا. عايزين لو انت ليكي مثلا رساله عايزه في نهايه القناه. انا نفسي، انا تعبت جدا في ان انا اطلع يعني المعارض بتاعتي دي، وان انا أبقى اسمي فنانة، وتعبت جدا وفشلت كتير في حياتي ان انا اوصل فني للناس، والحمد لله في الاخر حسن ربنا اكرمني. يعني نفسي ابقى فنانة ليا اسم يعني راسخ زي تماثيلي. اعتقد ان شغلك والقطع الفنية اللي انت بتطلعيها ودوت هو ده اللي هيخلي اسمك راسخ، وهو ده اللي هيوقفك على رجلك زي ما بيقولوا. أيوة. ليكي يعني مجال معين او مساحه معينه في فن اعاده تدوير الاشياء. انا صراحه يعني الحمد لله، يا ريت الناس تشوف تماثيلي وتقيمها صح فنيا، وتقيمني انا فنيا كويس. وانا صراحه حابه اشكر كل الناس اللي تعبت معايا، زوكي هو اللي كان بيساعدني ان انا اجيب وانتقل كل القطع القطع اللي هي الخرده دي، وكنت ما بحتاج حاجه صراحه كان بينزل مخصوص، لان هو واحده واحده بيفهم دماغي انا عايزه ايه، ينزل يجيب لي القطع. ووالدي الله يرحمه كان بيدعمني كتير في شغلي، واختي واقفه في ظهري، وامي الله يكرمها ويديها الصحه، واكبر انسان اللي هو اساس كل شيء انا عليه دلوقتي، ولولاه انا ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه، هو دكتور طارق عبد العزيز. هو ناقد فني وفنان تشكيلي وعضو منتخب في النقابه، هو اللي وجهني وقال لي انت فنانه واطلعي على الساحه الفنيه واثبتي نفسك بفنك. هو انسان اوجه له جزيل الشكر. بشكرك على وجودك معنا على تلفزيون اليوم السابع. مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اشكركم على حسن المتابعه، وانتظرونا في تقرير مفصل عن الفنانه امنيه هلال والاعمال الفنيه اللي هي اعاده تدوير الاشياء. شكرا لكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في لايفات اخرى على مدار اليوم.